فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ماذا يجب علي إذا كنت قد بدأت بصلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة وأنا في الركعة الأولى من النافلة، هل أقطعها؟ إن أمكن أن تخففها وتتسلم منها قبل أن يركع الإمام كملها، أما إذا كان بيركع الإمام وأنت ما كملتها اقطعها. نعم. ثم يقول حفظك الله: وعند قطعها هل أسلم عن يميني وعن وعن شمالي؟ ما أتممتها، السلام عند الإتمام، أنت ما أتممتها، ختامها التسليم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.